عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حفظ مع تجويد کی یہ ہمارا پارٹ نمبر 25 ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الشمس مکیۃ، یہ سورہ شمس ہے اور یہ مکیہ ہے. اس میں ایک رکوع ہے اور 15 آیتیں ہیں. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث عشقاها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها النهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آج کی ویڈیو بس اتنا ہی. ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.